فيما يمكن وصفه بالعرس الخليجي الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الخليج العربي بدأوا منذ أمس بتظاهرة وطنية إلكترونية مع سلطنة عمان الشقيقة في عيدها الوطني 46. فتحت هاشتاجات متنوعة، المستخدمون عبروا عن حبهم العميق لسلطنة عمان متبادلين أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبها الأصيل. وفي الكويت فقد تزين مبنى وزارة الإعلام الكويتية بعلم السلطنة منذ ليلة أمس، كما رفع العلم العماني في أسواق المباركية. أما وزارة الإعلام الكويتية فقد أعدت أغنية خاصة بعنوان سيد الحكمة إهداء لسلطنة عمان الشقيقة ومشاركتها في هذه المناسبة السعيدة. يا عمان العز يا مان الشعور، يا عمان العز يا مان الشعور، سلطنة وسلطان أبجد وسطور، قدرها غالي ونعشقها دور، قدرها